السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم وسهلا في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية. هندرس مع بعض إن شاء الله الدرس الخامس اختراع النقود وتطورها. طبعا بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناتكم قناة مصر للتعليم الابتدائي مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. نبدأ مع بعض شرح الدرس. طبعا البنوك ليها فوائد كثيرة، منها ان هي بتحفظ وبتستثمر النقود، النقود يعني الفلوس. طيب هل تعلم كيف كان الناس يتعاملون قبل اختراع النقود؟ قبل ما النقود تبقى موجودة الناس كانوا بيتعاملوا ازاي في البيع والشراء والحاجات اللي زي كده؟ طبعا نظام، اولا نظام المقايضة. يعني ايه نظام المقايضة؟ الناس قديما كانوا يتعاملون عن طريق نظام المقايضة قبل اختراع اختراع النقود. المقايضة هنا طبعا الراجل ده بيقول للست ديت هل تعطيني سلة الخضار مقابل كمية القمح هذه؟ يعني دي سلة خضار ودي كمية قمح، تمام؟ طبعا هنا هو الست دي بتقول له ايه؟ حسنا تفضل، حسنا ايه؟ تفضل. يبقى اذا هنا هو ده نظام اسمه نظام المقايضة. ايه هو المقايضة؟ هو تبادل السلع والخدمات بدون استخدام النقود. بمعنى ايه؟ يعني دولة ان الاتنين دولة ده ما معهش فلوس والتاني ما معهش اي فلوس، تمام؟ لكن هما الاتنين ده محتاج سلة الخضار وهي محتاجة القمح. طبعا ما كانش موجودة النقود قبل اختراع النقود، فكانوا بيعملوا ايه؟ بياخد ده بياخد الخضار مقابل ليه ان هو بيديها بيديها القمح. يبقى اذا ايه هو المقايضة؟ المقصود بها هي تبادل السلع. تبادل السلع يعني ايه؟ يعني هو ياخد دي وهي تاخد تاخد القمح، يعني هو ياخد الخضار وهي تاخد قباله القمح. يبقى دي تبادل السلع والخدمات بدون استخدام النقود، ده اسمه نظام المقايضة. طب عيوبها ايه؟ عيوب المقايضة هو صعوبة التعامل بها في الحياة اليومية. صعب انك انت تتعامل بالمقايضة كل يوم. ليه؟ ايه السبب؟ اولا يجب ان يكون كل من الشخصين بحاجة الى السلعة الموجودة عند الاخر. يعني ايه؟ يعني مثلا انا معايا شوية قمح واللي قدامي معاه مثلا شوية خضار. لو انا محتاج الخضار وهي او هو محتاج القمح يبقى ده سهل ان انك انت تتعامل، سهل ان احنا نعمل عملية مقايضة. لكن انا معايا قمح ومش محتاج الخضار، محتاج مثلا ذرة. طب انت ما معكش ذرة، دي اسمه صعب التعامل بها في الحياة في الحياة اليومية. يبقى اذا لازم يكون كل من الشخصين بحاجة الى السلعة الموجودة عند عند الاخر. اتنين، عدم قابلية بعض السلع للتخزين زي الفاكهة. يعني مثلا انا ممكن اخزن شوية قمح لكن ما اقدرش اخزن الفاكهة، ممكن تتخزن يوم اتنين لكن اكتر من كده اللي بيحصل لها بتبقى فاسدة. ده ادى الى ادى الى احتياج الناس الى نظام يسهل عليهم معرفة قيمة الاشياء وتبادلها، فتم اختراع تم اختراع النقود. اولا، ثانيا ظهور النقود وتطورها. دي طبعا ده الخمسين قرش وده الجنيه وهكذا. تم اختراع العملة او النقود التي سهلت عملية البيع والشراء. لكل دولة عملة محددة. يعني مثلا العملة الرسمية في مصر هي الجنيه المصري بفئاته المختلفة. يعني فئاته المختلفة يعني في ربع جنيه وفي خمسين قرش وفي جنيه وفي 5 جنيه وفي 10 جنيه وفي 20 جنيه الى اخره، اخر حاجة اللي هي 200 جنيه. طيب اتنين، البيع والشراء. واحد، البيع والشراء. ظهرت عملية البيع والشراء بعد اختراع النقود. يعني ابتدت الناس، ما هي خلاص كده الناس بطلت قصة المقايضة، بدأت عملية البيع والشراء. يعني انا هشتري شوية القمح مثلا زمان كانت اول ما اخترعوا النقود كانت بتسك من الذهب او الفضه او النحاس، تمام؟ فكان بياخد مقابل القمح مثلا ذهب او فضه او نحاس، هي دي كانت النقود بتاعتهم. يبقى ظهرت عمليه البيع والشراء بعد اختراع النقود. ليه؟ لان نظام المقايضه لم يكن به بيع وشراء، بل كانت مبادله.
يعني انت تديني سلعة وانا اديك سلعة مقابل السلعة ديت، السلعة اللي انت تديها لي. طيب ناخد نشوف ايه هو عملية الشراء. اخذ السلع والخدمات مقابل عملة بتستخدمها الدولة. يعني انا مثلا عايز اشتري سكر، يبقى دي اسمها سلعة، تمام؟ انا معايا في مصر بتتعامل بايه؟ بتتعامل بالجنيه طبعا. يبقى انا عندي كده اهوت ايه الـ 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 في مصر الجنيه، يبقى انا بروح اشتري الـ 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 السكر بالجنيه اللي هي العملة بتاعت ايه؟ بتاعت الدولة. طب ايه هو عملية البيع؟ عملية البيع اعطاء السلع والخدمات مقابل الحصول على عملة بتستخدمها الدولة. يعني انا لما بروح المحل، تمام، ايه اللي بيحصل؟ انا بقول له انا عايز مثلا كيلو سكر، الكيلو السكر ده مثلا وليكن ب 10 جنيه، يبقى انا بطلع ال 10 جنيه وبقول له اتفضل ال 10 جنيه اهو. هو بقى بيعمل ايه؟ بيديني السلع مقابل ال 10 جنيه، مقابل ال 10 جنيه ده اسمه البيع. لكن الشراء انا باخد السلعه مقابل ال 10 جنيه، تمام كده؟ تطور النقود. طب هل النقود ظهرت مره واحده بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده؟ طبعا لا، ما حصلش الكلام دوت. تطورت النقود من نقود، من النقود السلعيه. ايه هي النقود السلعيه؟ ان انا باخد سلعه وبل ايه؟ وبل سلعه. اهو حتى النقود الورقيه كما يلي. اولا النقود السلعيه، في الماضي كان كل مجتمع بيتخذ سلعه معينه كعمله، بمعنى ايه؟ شرط ان يجبر الافراد التعامل بها في اتمام عمليه البيع والشراء. زي مثلا ايه؟ انا عايز اشتري مثلا، بالنسبة للمصريون اتخذ المصريون قدماء سلعة القمح. أنا عايز أشتري شوية فاكهة، معايا شوية قمح، أروح مبدلهم واخد فاكهة. عايز أشتري مثلا بقرة، تمام؟ بعمل إيه؟ باخد قمح وأشتري به إيه؟ مكانها البقرة، وكده يعني. واتخذ الإغريق الأبقار، يبقى الإغريق اتخذوا الأبقار، المصريون القدماء اتخذوا القمح سلعة للبيع والشراء. واما سكان المكسيك دول اتخذوا جوز الهند، اتخذوا جوز الهند، الهند في البيع والشراء. طيب عيوب هيبقى قاعد اللي هي النقود السلعيه، عيوبها عدم قابليه بعض السلع للتجزئه زي الابقار. يعني مثلا ما ينفعش اروح اقول له ايه، انا عايز نص بقره او انا عايز ربع بقره، ما ينفعش. يبقى دي من ضمن عيوب النقود السلعيه اللي هي عدم قابليه بعض السلع للتجزئه، يعني ما ينفعش اقول له اديني نص بقره او اديني ربع بقره كده يعني، تمام؟ النقود المعدنيه، دي طبعا نقود معدنيه زي ما احنا شايفين اهو، ودي بعض الشخصيات اللي هي كانت تسق على ايه او ترسم على هذه النقود، ظهرت بعد اكتشاف الانسان المعادن، المعادن اللي هو الحديد والنحاس والذهب والفضه. بعد ما اكتشف الانسان المعادن ابتدت تظهر النقود المعدنيه. اتخذت كل دولة عملتها من معدن الذهب أو معدن الفضة أو معدن النحاس. طب عيوبها، عيوب النقود المعدنية ديت إيه هي العيوب بتاعتها؟ أصبح مع الوقت حمل النقود صعبا، لأن طبعا أنا عايز مثلا عايز أشتري حاجة مثلا بألف عملة من دي مثلا ذهبية، وليكن دي عملة ذهبية مثلا، عايز طبعا عايز أشيل أنا ألف قطعة من ديت أو 2000 قطعة من ديت عشان اشتري بيها مثلا حاجة معينة. طبعا حمل النقود اصبح ايه؟ اصبح صعبا، فاودعها الناس في اماكن امنة مثل البنوك حاليا مقابل ورق مكتوب عليه قيمة المعدن واسم صاحبه. يبقى كان بيتكتب، يعني كان بيوضعوه في مكان امن زي البنوك، بس مقابل ايه؟ المكان ده بيروح عطيه ورقة مكتوب فيها قيمة المعدن. يعني هو مثلا وضع مثلا 2000 قطعة ذهبية زي كده مثلا، يروح عطيه ورقة بان هو معاه، ان هو وضع ايه 2000 قطعة معدنية ذهبية زي كده، ويكتب عليها اسم ايه؟ اسم صاحبها، بحيث ان هو لو حب يستردها يروح يستردها بايه؟ بالورقة اللي مكتوبة. ثالثا النقود وتطورها في مصر. قديما الدولة القديمة اشارت الصور الموجودة على مقابر المصريين القدماء إلى استخدام المقايضة. يبقى في البداية كان في إيه؟ مقايضة زي كده أهو. مثلا أنا عايز لحمة وأنت عايز سمك، أنا هديك السمك وإيه؟ وأنا آخد إيه؟ اللحمة.
تمام، دي اسمها المقايضة، حيث كان يتم مبادلة سلعة بأخرى زي السمك والحبوب مثلا. استخدم المصريون العملة الذهبية على غرار العملة اليونانية في العصر البطلمي، ابتدت العملة ايه؟ العملة الذهبية دي كانت منتشرة في أيدي اليونان المقيمين فين؟ في مصر. يبقى إذن بدأت العملة الذهبية في العصر البطلمي اللي هو العصر اليوناني. حديثا تم سك العملة المصرية اللي هو الجنيه المصري من الذهب أولا، أهو ده من الذهب، ده الجنيه المصري منين؟ من الذهب. سنة 1836 ظل الجنيه المصري من الذهب يستخدم حتى بدأ البنك الأهلي في إصدار النقود الورقية لأول مرة 1899. يبقى إذن البنك الأهلي المصري أصدر أول عملة ورقية سنة 1899. كانت النقود الورقية قابلة للتحويل إلى ذهب، يعني ممكن تحول النقود الورقية إلى إيه؟ إلى ذهب، من منذ 1899 حتى 1914، يعني حوالي 15 سنة. طيب صدر مرسوم بيجعل النقود الورقية العملة الرسمية لمصر سنة 1914. منع المرسوم قابلية تحويل النقود الورقية إلى ذهب، وبالتالي أصبح الجنيه المصري اللي هو الورقي هو الوحدة الأساسية للتعامل. يعني المرسوم دوت سنة 1914 صدر وقال إيه؟ قال إن ممنوع تحويل النقود الورقية إلى ذهب، بالتالي أصبح الجنيه المصري هو الوحدة الأساسية لإيه؟ للعملة، ولم تعد العملات الذهبية تستخدم فين؟ في التداول مرة أخرى. صدر قانون بإنشاء البنك المركزي المصري، وتم منحه حق إصدار النقود الورقية المصرية سنة 1960. رابعا العوامل المؤثرة في سعر المنتج. أول حاجة العرض والطلب، أي منتج قدامنا فيه عدة عوامل بتأثر عليه. ايه هو بتأثر عليه؟ اول نقطة العرض والطلب. يعني ايه العرض والطلب؟ تعتمد عليه عملية البيع والشراء على عاملين مهمين. ايه هو العرض؟ العرض دي كمية متاحة من اي منتج والمتوفرة للبيع. يعني ايه؟ يعني لما يكون كمية كبيرة من المنتج سعرها بينخفض، ده اسمه عرض. كمية كبيرة، يعني انا مثلا عندي كمية بطاطس كبيرة، عندي كمية بطاطس ايه؟ كبيرة، تمام؟ ده بلاقي ان سعرها بيعمل ايه؟ بينخفض. طب لو انا عندي كمية بطاطس قليلة سعرها بيعمل ايه؟ بيرتفع. عملية عكسية. يبقى العرض دي كمية اللي هو الكمية المتاحة من اي منتج والمتوفرة للبيع. طب ايه هو الطلب؟ الطلب هو عدد الاشخاص الذين يريدون شراء المنتج، عدد الناس اللي هم عايزين يشتروا المنتج دوت. طب لو عدد كتير هنلاقي السعر يعمل ايه؟ يزيد. طب لو عدد قليل هنلاقي السعر يعمل ايه؟ عدد الناس اللي هم عدد الاشخاص اللي عايزين يشتروا المنتج لو كتير هنلاقي ان السعر بيرتفع، طب لو قليل هنلاقي السعر بيعمل ايه؟ بينخفض. كمية المنتج، ايه كمية المنتج؟ انا لما يكون عندي كمية كبيرة من المنتج بينخفض سعره. طب وإذا توفرت كمية محدودة يعني قليلة من المنتج بيرتفع إيه؟ سعره. يبقى ده حاجة تاني العوامل المؤثرة في سعر المنتج. أول حاجة العرض والطلب، اتنين كمية المنتج، تلاتة بعد المسافة عن مكان الإنتاج. يعني إيه؟ يعني لما يكون المسافة مثلا من القاهرة إلى أسوان غير المسافة من القاهرة إلى الإسكندرية. ليه؟ لأن في تكلفة نقل وأيدي عاملة. يبقى ذلك لأن السعر النهائي للمنتج بيشمل تكلفة النقل والأيدي إيه؟ والأيدي العاملة. يبقى ثلاث حاجات أهو، العوامل المؤثرة في سعر المنتج، العرض والطلب، كمية المنتج، بعد المسافة عن مكان الإنتاج. ملخص الدرس، اختراع النقود وتطورها. أول حاجة ظهر نظام إيه؟ المقايضة. والمقايضة بتعني تبادل السلع والخدمات بدون استخدام إيه؟ بدون استخدام إيه؟ النقود. عيوب المقايضة ايه هو؟ عدم توافر السلع المطلوبة للطرفين، عدم قابلية بعض السلع للتخزين زي الفاكهة. طب ظهور النقود وتطورها، ظهرت عملية البيع والشراء مع ظهور النقود. يعني ابتدى البيع والشراء يظهر لما ظهرت النقود. تطور النقود، اول حاجة النقود السلعية،
يعني ايه النقود السلعيه؟ يعني اتخذ كل مجتمع سلعه معينه كعمله بشرط قبول الافراد بهذه السلعه، زي ايه؟ زي الابقار عند الاغريق. طب ب، النقود المعدنيه اللي هي ديت، اتخذت كل دوله عمله من المعدن. طيب عيوبها ايه؟ صعوبه حمل النقود المعدنيه. طب عيوب النقود السلعيه ايه؟ صعوبه التجزئه، ما ينفعش اخد نص بقره نص بقره او اخد ربع بقره، تمام؟ طيب ج، النقود الورقيه، اتخذت كل ايه دوله عمله ورقيه بتختلف عن الدول ايه الاخرى، لابد من وجود علامه مائيه في النقود الورقيه لعدم تزويرها. النقود وتطورها في مصر، اول حاجه في عصر الدوله ايه ده الخط الزمني، الخط ايه الزمن لتطور النقود، خلي بالكم عشان الاسئله اللي بتيجي. عهد الدوله القديمه كان نظام ايه المقايضه. طب العصر البطلمي العمله ايه؟ العمله الذهبيه. عام 1836 الجنيه الذهبي المصري. طب عام 1899 اصدار اول ورقه نقديه او عمله ورقيه. العوامل المؤثره في سعر المنتج، اول حاجه العرض والطلب، اثنين توفر المنتج بكثره او بكميه قليله، اخر حاجه بعد المسافه عن مكان ايه؟ عن مكان الانتاج. طبعا بكده يا حبايبي ننتهي من شرح الدرس الخامس، اختراع النقود وتطورها. طبعا بدعوكم للاشتراك في قناتكم، قناة مصر للتعليم الابتدائي، مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.